إيه يا كرامة، مالك يا بنت اليومين دول؟ نجمك بقى خفيف قوي. ده عين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها، أقرأ لها آيتين يحصنوها. ما تخافيش، دي الحاجة إيدها كلها بركة. روح اعملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني، قربي مني علشان أحصنك. تعالي تعالي لما رقيكي. لا إله إلا الله، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. متر بدران هنا ومروقين عليه ومستكان يا سيدي. It's a great blend. الخلطة هايلة. بس الأصل من عندكم. It's original belongs to you. We have asked to see this blend to know its effect on the quality of goods given to you. And obviously it's a positive one. احنا طلبنا نشوف الخلطة دي عشان نعرف مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم، واضح إن التأثير إيجابي. صنع يا باية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement, and I will be improvement more. And I will be improvement more. And how are you going to improve it, Afandina? وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده كاميرا حضارات اللي موجودة كلها في السوق. إما هندي إما صيني. الألماني ابن بلده شاحح، مع إن عليه طلب وطوابير ياما. وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه، لازم الخلطة دي هي الحل، لازم أخلطه كده، وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need, أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور. نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب هيتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة، على قد ما توسع على قد ما هيكون نصيبك. اطمنوا. البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا تفتح لها أسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها. وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه، الناس مش طايقة نفسها. مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش ايه اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمه الانسانيه دي.
Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقولي لهم ان هنخلي الناس متكيفة على الاخر. And the people will be very high. Very. افندينا, opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمة برضو افندينا. انا ابتديت فعلا وفتحت ابواب رزق لناس كتير. ادوني انتوا بس البضاعة وسيبولي انا المزاج. Very مزاج. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطرة دي مهرة وعايزة خيال فحيح. لما لسانك يا شفاع الحيطان ليها ودان. معرفش شفنا فوق لما فك صليبه بنت الايه يا جدع. انت دي مرات المعلم, ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير, ده عايز اهوت فاكك ونطقطق تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاع, انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طلتش بلد مره ايه على السكين يا جدع. انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. العيل كواركو ما يسدش, ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد. لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحاره زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني, ما كانش فيه اي حوار. انت بقى مش شايف, انا مش شايف ولسه هشوف يا ابو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليكي الثالثه ولا الرابعه. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي, وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل, وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم. يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها, ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه, الخوف من اللي دايب على عتبتها. يا هبلة رمانة الرقاصة, انت نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد, مش يمكن. وهي تبقى ورقة في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسة ونخلص من الجوز. ده عنوانها ومكان شغلها, روحي وشوفيها وتأكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا ولية. يا هبلة ده حقك, بس خدي بالك دي علمة, يعني تربية حواري, يعني بتلعب بالبيضة والحجر, وانت خايبة وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له قوم ايه احنا نوز العروسه, قوم ايه نخلص من الجوز. انت عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين, انا بعمل كل ده محبه واخوه. بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح, اتفقنا؟ الطقس ملبد بالغيوم.
واحتمال سقوط امطار. انما انا عارف ان العلب بتوع الارصاد دول في الكنافه، بيقولوا اي كنافه. والحقيقه ان الدنيا ربيع والجو بديع وقفلنا كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. انت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وانت جاي وراكي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي اي حاجه تتعوض الا ايام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، انت بتقول لي انا كده؟ قول لنفسك. طب اعتبريني قلت. خميس بطل برود، انا مجنونه وانا موت في الجنان. ايه ده خميس؟ ما تستفزنيش يا حبيبتي، ده انا محضر لك ورديه فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها ورديه؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول. بس يا خميس تعالي هنا. تعالي يا خميس. تعالي هنا يا خميس. تعالي هنا. الفرخه دي لازم تخلص. يبقى عشان الحب هو الحل. البني ادم لما بيحب بيحس ان هو عايز يشب عشان يوصل لافضل صوره علشان حبيبته. وجود مريم في حياه شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته اكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ اه طبعا كده. حاسك مش مقتنع. لا بالعكس، انا مقتنع جدا، لان ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت اقرب منها واعتذر لها على اني مديت ايدي عليها. تعرفي اول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت انها احساني جدا. كانت لاول مره تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للاسف الشديد ان كل حاجه حوالينا النهارده بتتسابق علشان تحبطك، واول وسيله عشان الهدف ده ينجح هو ان الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش اساس، اي حاجه ضد الحب وخلاص. ياه، فكرتيني يا دكتوره، انا كنت قربت انسى خلاص. صدقني يا حضره الضابط. بلاش حكايه ضابط دي. صدقني يا اسر بيه، يمكن الحب هو اخر شباك مفتوح في الاوضه الضلمه اللي احنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. يوب جنب الباب. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمه برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهم، لان انا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامه مراتي خميس افندينا. انتي كرامه؟ كويس الحقي، دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس أنا برضو مش فاهمة أنتوا عايزين مني إيه؟ أصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطهرة دي، وقالوا لها يا أختي إن جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى إيه يا حبيبتي؟ في إيه؟ مالك داخلة عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب، الملاف السعد. يا اختي انت هتضلي قاعده لي ساكته لي كده اهو، ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه؟ ما تعملي حاجه. ايه برود ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقول لك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجسي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لم روحك ولم تعبينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خدي يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه مدبقك ولابدلك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده.
هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ 1 2 3 4 أنا قلت حلاقيك في المطار، أرجع كمان البيت ملقاكش؟ بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي، بس لازم تيجي الليلة. باي يا حبيبي. طب يلا، قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت، ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا. بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك. ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت. انجزي بقى، عايز اشوف الحاجه وحشتني. اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه. بليز يا خميس، والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم. ماشي ماشي يا بنت الباشا، ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي. خلطه جديده عاملها افندينا، هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع ابو سنه. السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. تستاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا.
الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. أحلى عيشة وأحلى رؤى وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم انت هتسيب له البيت مش كده؟ مؤاخذة معلم، انا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني، ده انا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. امال ايه؟ احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى كنا عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، واعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، اجمل حاجه في المتر بدران انه مش ملي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ام، وحشتيني. معلش اتاخرت عليك شويه عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبية. وحشتي وحشني، وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامة. يوه، ما تحب على ايد فندينا يا بت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. إلا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده، وأي حاجة. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده. ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكو. هنبقى ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعة. يا زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا.
وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا وألف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. ما قلنا ما تشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ عن حبيب القلب يا حبيبتي اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لأصله. بقولك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. محلك ده يا بنتي اللي تعبني وقاهرني. انت مش شايفة شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى كتبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونه. انا عايزه افهم انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفسي يوم، بلاش اخده كمان، مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنت المفروض الجوازه دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حيل في الدنيا، عايزه تقطعيه بدري بدري ليه؟ يوه وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت، انا بتكلم معاك يا بنت. انت يا بنت، لا حول ولا قوة الا بالله. انت سايباني يا بنت ورايحة على فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش بتكلم بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا مرحميني، هو انت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول ايه؟ عيب بقى، عيب كده، الجيران كلها سامعة صوتكوا دلوقتي. ما انت شايفه الشبع عامل ازاي؟ ده اتمقل بقى زي اللقمة. روحي اعملي لنا حاجة نشربها. روحي. تعالي يا بنت، تعالي تعالي، عايزك في حاجة كده اكلمك كلمتين. اقعدي اهدي. شوفي بقى يا بنتي، انا بصريح العبارة بابا، انا مش حامل النصايح ولا انا قد مواعظ. امي مكفياني من كل ده بصراحه. كده امك خايفه عليكي. امي مش حاسه بيا، انا تعبانه مخنوقه، مش طايقه روحي ولا طايقه اي حد. حسوا بقى بيا شويه. صدقيني يا بنتي امك عندها حق. وبعدين حكايه جوازه خميس دي، خلصنا من جوازه خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم، والله العظيم قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة وقلبها مكسور. هي مالها عماله تقفل كده زي الدومنه؟ الكار ده يا علي ما هوش خميس ونوح وخلاص. الكار ده مافيا، مافيا كبيره قوي، ليها 1000 دراع ودراع مدة في كل حته.
طايله بيه كل شبر في البلد، ولعبه السلم والتعبان اللي بين خميس والنوح دي وراها ناس كبار كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده وده لبيته القديم، واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين باي حاجه. يا فندم يا فندم، ما احنا نجحنا في القبض على اوكار كتير. النيابه خرجت كام وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن، مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس امن عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. تعرف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان نص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد محدش مهتم بيهم سايبينهم، حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر تجار سريحه وبير سلم. ادخل. لا مؤاخذة معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحدة يا فندم عايزة تقابل سيادتك بره. ما قلتلكش اسمها ايه الواحدة دي؟ مش عايزة تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت أمرك يا باشا. يا باشا أنا أول مرة أشوف معاليك بالعصبية دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفس اتقطع. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ أنا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. اهلا وسهلا. كنت عايزه حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. وبقى ابعت حاجه ساعه مع العسكر اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. انا اقعدي اقعدي، انا جايه اقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في اجازه دلوقتي؟ مغاوري بايديا يا باشا وهيضيعنا معاه. الأحمر. هي كمان يا باشا يعني سعادتك فاهم يعني يا باشا ما عندهاش دم. تصدق يا باشا كل شويه طلبات طلبات طلبات. وبعدين يعني يا باشا حضرتك عارف البير وغطاه يعني يا باشا اكيد. الحكايه مش حكايه فلوس يا مغاوري. لذلك انت ومراتك ممكن تقضوها بالموجود. وممكن كمان تناموا نص بطن وتبوسوا ايديك ووش وظهر وتحمدوا ربنا. ما تشيلوش هم بكره وترموا كل حمولكم على اللي خلقكم. لا اللي انا متاكد منه يا مغاوري ان في حاجه انت مخبيها عليا، صح؟ يا الولاد دي قالت لك ايه يا باشا بالظبط؟ ايه وليه دي؟ اسمها مراتك يا بني ادم، مراتك. اولا مراتك ما قالتليش حاجه. مراتك عارفه انك عاملني كبيرك عشان كده كلمتني اجي اشوفك. اثبت لي بقى ان انا كبيرك بجد. فضفض لي، افتح لي قلبك يا باشا. فضفض واقول ايه بس؟ انت لسه بتضرب المدعوق ده؟ المشكله يا باشا ان ايه؟ سعره غلي ولا شاحع في السوق؟ يا ريت على كده وبس يا باشا. امال ايه؟ اقول ايه بس يا باشا؟ اولا سيبك من حكايه باشا دي بقى. مغاور انا بعاملك على انك اخويا. خد سيجاره. العفو يا باشا. امسك. تسلم ايدك يا باشا. ثانيا ما تخافش، مراتك خدت العيال وراحت عند اختها. بيني وبينك كده احسن عشان اعرف اخد ودي معاك في الكلام. افتح لي قلبك بقى يا مغاوري وقول لي على كل حاجه ممكن اساعدك. عدت الحيله باشا وقرف الشغل لا مؤاخذه يعني باشا. بسمه الوسط طول النهار هي اللي رمتني على الهباب ده عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني مؤاخذة يعني يعمل واجب يعني. بس حضرتك فاهم يعني يا باشا. واجب ايه؟ انت بتعمل واجب براني؟ يا باشا انا بعمل جواني عشان اعمل براني. ما عادش بيجيب معاك نتيجة ها؟ الأول يا باشا كنت باخد ربع الحباية ببقى حديد. دلوقتي باخد حباية اتنين تلاتة مفيش فايدة. ميح الولية لما بتبص لي بحس
بحس انها بتحتقرني، بتجنن او مقايم طايح فيها هي والعيال. حباية واثنين وتلاتة وميح. ميح يا باشا عشان تعرفوا اخرة اللي انتوا بتضربوه ده ايه. جاتكوا 60 نيلة. عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود، بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معايا، لا راضيه تاكل ولا راضيه تشرب. لا 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 لا، تحديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصه الاكل دي، ان ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، انت حامل في 4 أسابيع. حامل؟